شو هو الإنجاز اللي حققه منتخب الجزائر؟ وليش ما له مثيل بأفريقيا للحين؟ وكيف قدر يحقق هاي الانتصارات والنجاحات؟ وشو حقق رياض محرز ومحمد صلاح أشرف حكيمي وحكيم زياش؟ وليش لازم نكون فخورين بهالمواهب؟ الساحرة المستديرة أكثر وأهم لعبة في العالم كله والعالم العربي، قدر من خلالها العرب يوصلون لأعلى المراتب ولأهم الجوائز والإنجازات. أشرف حكيمي اللاعب المغربي، ومن بعد عدم رغبة مدرب ريال مدريد زيدان فيل انتقل لنادي انتر ميلانو الإيطالي ولعب بمركز الظهير الأيمن، ولكن راح على المكان الصحيح وبنفس السنة حقق بطولة الدوري الإيطالي اللي يعتبر واحد من أهم خمس دوريات في العالم. كلام من أنا كنت رايح الزمالك وكده، بس هو هناك الناس في الزمالك قالوا لا. Honestly was great, you know, it's a dream for everyone, the city, the player to win a Champions League, so something great and something very big. محمد صلاح فخر العرب. محمد صلاح بآخر ثلاث سنوات حقق أهم بطولة بكرة القدم للأندية، دوري أبطال أوروبا، وحقق أهم إنجاز لفريق ليفربول من 30 سنة للحين، حقق معاهم الدوري الإنجليزي الممتاز اللي غاب 30 سنة عنه. حكيم زياش لما نعرض عليه تمثيل منتخب هولندا شو اختار؟ هدف الأول يا حكيم، هدف الأول يا حكيم. My heart is with Morocco, even I don't speak the language, but I know where I come from, and yeah, my family, they always told me when I was young, they want that I'm gonna play for Morocco, so. اختاروا بكل فخر تمثيل منتخب المغرب. بس شو كان الإنجاز الأهم؟ كان الإنجاز بوصول منتخب الجزائر لرقم قياسي إسباني وبرازيلي، لرقم أول مرة أحد عربي يحققه بأفريقيا، رقم تخطى التوقعات، وفاجأ الجميع من بعد ما ربح على منتخب تونس 2-0، قدر يوصل ل 27 مباراة من دون أي هزيمة، وهو الرقم الأول بأفريقيا، وتفوق على ساحل العاج، والرقم الثامن بالعالم والتاريخ متخطي فرنسا، والنتيجة قابلة للاستمرار. اللاعبين والمنتخبات العربية بحالة اكتساح بأفريقيا وآسيا وأوروبا، والإنجازات مش بس صناعية وفنية ومالية أو فردية، بس تكون إنجازات على مستوى الأوطان وبكل المجالات، إنجازات بتخلينا فخورين وراسنا عالي. وهاي كانت أخبار بتستاهل نشاركها.